اهلا بكم. هنتكلم عن الاسعافات الاوليه الخاصه بالثعابين، لكن قبل لا نتكلم في قصه حصلت وحابب تعيشوها معايا. شباب طلعوا رحله مبسوطين مستانسين، فجاه واحد منهم جاهم قال لهم عضني ثعبان. واحد من الشباب كان عنده شويه معرفه، على طول مسك الشاب اللي عضه الثعبان ونيمه في الارض وجاب رباط وربط له ايده وجاب سكينه وقعد يخبط في ايده يمين ويسار. اتصل على الاسعاف، اخذوه المستشفى. المهم سالت الشخص اللي سوى الاسعافات الاوليه، قلت له هو الثعبان سام؟ الراجل طالع فيه وحك في راسه مو عارف ايش الموضوع بالضبط. هذه اهم نقطه نعتمد عليها في الاسعافات الاوليه، ان الثعبان اللي عضنا لازم يكون سام. لو الثعبان ما هو سام ما في داعي اساسا للاسعافات الاوليه. الاسعافات الاوليه للسم اللي بيحطه الثعبان. اتكلمنا في حلقة الثعابين السامة، اتكلمنا على النيابة، اتكلمنا على انواع السموم، اشياء كثير جدا ممكن تعرفنا ان كان الثعبان اللي عضنا سام او غير سام. بالمناسبة الشخص الملدوغ في اللغة العربية اللي بيلدغ ثعبان سام بيسموه السليم. الشخص السليم تفاؤل، نوع من التفاؤل. الاسعافات الاولية في الثعابين مهمة جدا لانها بتخفف الى 30% من خطورة سم الثعبان، لكن لو سويناها بطريقة صحيحة. للأسف ناس كثير يمكن تعرف الاسعافات الاولية، لكن الاسعافات الاولية الخاصة بالثعابين قليل اللي يعرفوها وقليل اللي يعرفوا يطبقوها بطريقة صحيحة. الشخص لما بيلدغ ثعبان طبعا بيحصل له اعراض، بيحصل له اشياء كثيرة جدا. اول حاجة نتأكد أن الثعبان سام، عرفنا أن الثعبان سام، نبدأ نتعامل بخطوات معينة. الشخص اللي لدغه الثعبان لازم يسترخي، لازم يقعد. إحنا أحيانا لما بيعضنا ثعبان بنجري وبننقز وبنحرك إيدنا وبنحرك رجلنا بسرعة، هذه بتسبب حركة سريعة للدم، فبالتالي السم حيوصل للقلب بسرعة. لازم الشخص يسترخي يهدى. نربط مكان ما عضنا الثعبان، يعني الثعبان لو عضنا في المنطقة هذه نربط هنا تقريبا 10 سنتي أو 15 سنتي بين عضة الثعبان وبين مكان الربط. في ناس تعتقد أنه الربط عشان نوقف الدم. الدم لو وقف في أي جزء من أجزاء الجسم لمدة 5 دقائق يسبب حاجة اسمها غرغرينا أو موت الخلايا. ما لنا علاقة بالدم، في تحت الجلد حاجة اسمها السائل الليمفاوي. السائل الليمفاوي نبقى نخفف حركته. بعد ما نربط طبعا نشرط، بس نشرط بطريقة صح. الناس تعتقد انه نجيب سكينة ويمين يسار وخلاص، لا، التشريط لازم يكون بحساب. الثعبان السام قلنا انه عنده انياب، النابين هذه بتكون واضحة وكبيرة. اتخيلوا انه هذا انياب الثعبان وهذه الاسنان. النابين بتكون واضحة، بتكون واضحة جدا، شكلها مميز أكبر من الباقي. لما نشرط، نشرط بين النابين خط واحد في الوسط فقط بالطريقة هذه، وننزل عمق ثلث المسافة بين النابين. طبعا هي مسألة تقديرية، لكن لما نشرط ننتبه لا يكون في عرق، لأنه في ناس فوق العرق يجي يشرط فيقطع عرق فتزيد المشكلة ونزود الطين بلة زي ما بيقولوا. ننتبه نشرط بالطريقة هذه. ما عندنا مشرط نظيف، لازم يكون معقم. ما عندنا حاجة معقمة، ما عندنا حاجة نظيفة، أو ما عندنا أي أداة نشرط بها، ممكن عن طريق الفم نعض مكان اللدغة، نحاول نطلع أكثر كمية دم ممكنة ونمص عن طريق الفم ونبصق. في ماسات خاصة بتتباع في الأسواق، أشياء خاصة بلدغات الثعابين ممكن نستخدمها عشان نمص السم، لأنه برضو لو مصينا السم عن طريق الفم ممكن لو في جرح او حاجه يسبب لنا اشياء بسيطه، لكن الافضل انه نتعامل بمعدات باجهزه. بعد ما نتاكد من سميه الثعبان، الشخص يهدى يسترخي، نربط نشرط، نبدا نبرد المنطقه المصابه. وطبعا الرباط قبل لا نبرد المنطقه المصابه ممكن نربط الجزء كله ونحاول نثبته باي حاجه، خشبه او شجرة أو أي حاجة، نثبت الجزء المصاب ونحاول نثبته في الجسم.
الشخص الملدوغ لازم يكون متمدد افقيا. بعد ما نسوي كده نبرد المنطقة المصابة بحاجة باردة بكمادات بموية باردة، ما نحط ثلج لأن الثلج ممكن يسبب تلف في الخلايا. نحاول نحط الشخص في مكان تهويته جيدة. إحنا إيش اللي بيصير عندنا؟ شخص بيصير عنده مشكلة، كل الناس بتتلم على دماغه معليش وسلامات وطول بالك وخير إن شاء الله، خلوه في حاله، سيبوه، بعدوا عنه. الشخص المتخصص هو اللي يتعامل معاه فقط، إلا ما له داعي يبعد لأنه محتاج تهوية جيدة، محتاج يرتاح، ما هو محتاج يتكلم مع أحد ولا أحد يكلمه، ولا لأنه في حالة ما يعلم بها إلا الله. بعد كده ايش المطلوب يصير؟ نتاكد من حاجه اسمها ABC اللي هي اير واي البريذنج والبلد سيركيليشن. هذه لازم نتاكد منها لانه الشخص المصاب ممكن يبلع لسانه، ممكن ضغطه يعلى، ممكن يحصل عنده مشكله في التنفس، فهذه لازم نتاكد منها ونتصل على الاسعاف او نوديه مستشفى لانه لازم ياخذ المصل. المصل الخاص بالثعابين نوعين، مصل بيسموه متعدد التكافؤ ومصل نوعي. متعدد التكافؤ خاص بمجموعة من الثعابين، النوعي خاص لنوع واحد فقط. فمصلين، واحد منهم لمجموعة ثعابين وواحد منهم لنوع واحد من الثعابين. يعني لو عضتنا كوبرا في مصل خاص بالكوبرا، لو عضنا ثعبان أبو قرون مثلا في مصل خاص بثعبان أبو قرون. لو ما عرفنا الثعبان في مصل متعدد لفئة معينة أو لفصيلة معينة من الثعابين. لو رحنا المستشفى لازم نعرفهم أي تفصيلات أو معلومات عن الثعبان لأنه مهم جدا عشان يعطونا المصل المناسب. لو ما عرفنا ممكن يبان من خلال التحليل. هذه ببساطة الإسعافات الأولية الخاصة بالثعابين، لو طبقناها بالطريقة هذه نسبة كبيرة جدا حتخف إن شاء الله وحتساعد في الشفاء. بس في حاجة مهمة لازم نعرفها، في حاجة ضرورية نفهمها، إنه الإسعافات الأولية للثعبان السام لما يكون فيه سم مو مجرد ما يلدغنا ثعبان نسوي إسعافات أولية. تاني حاجة نسوي الإسعافات الأولية صح، ما نسويها بأي شكل ونقول خلاص، لا نسويها صح، لأنه الإسعافات الأولية ممكن تكون سبب في الفرق بين الحياة والموت. ممكن شخص يغلط مع شخص وهو بيحاول يساعده يسبب له الوفاة، والثعبان ما له علاقة بالموضوع. ومعلومة بسيطة حابب أنوه ليها، شنطة الإسعافات الأولية إحنا بنهملها بشكل كبير جدا، المفروض تكون معنا في كل مكان، في البيت، في السيارة، في أي مكان نطلعه تكون شنطة الإسعافات الأولية معنا. لو ما احتاجناها إحنا وإن شاء الله ربنا ما يحوج أحد، لو ما احتاجناها ممكن غيرنا يحتاج، ممكن الشنطة هذه تكون سبب في مساعدة شخص آخر. أتمنى من كل واحد فيكم يكون عنده شنطة إسعافات أولية فيها الأشياء الضرورية اللي تناسب أي حالة طارئة. أتمنى السلامة للجميع، شكرا لكم. أعزائي متابعين اليوتيوب، لو أعجبتكم الحلقة وحابين تتابعوني على قناتي ويوصلكم كل جديد، الرجاء الضغط على زر سبسكرايب. تحياتي.